أطلق من السجن وزير العدل السابق التكاري لأسباب صحية، عبد الرحيم الزويري لأسباب صحية، وتوفي شابان لأسباب صحية ولإهمال. أستاذ أنور الردعلي، مع زملائك المحامين في لجنة الدفاع عن القضايا العادلة بتونس، وكبت منذ البداية موضوع الموقوفين على خلفية أحداث مريبة اللي هي أحداث نسبت للتيار السلفي. شنو هو تقييمك في الفترة اللي قبل وفاة محمد بختي وبشير قولي الله يرحمه؟ شنو هو تقييمك لأداء المنظمات الحقوقية والأداء وسائل الإعلام في الملفات؟ يبدو أن سؤالك واضح وسأجيبك بإجابة واضحة. أنا نقول أنه للأسف لم نسمع لهم ركزا ولم نسمع لهم حسا. المنظمات المجتمع المدني بين ظفرين أو المنظمات الحقوقية لم تتحرك إلا بعد وفاة هذين الشابين. الكارثة أنه يبدو أن هناك من كان يحرض ضد تيار معين يريد أن يستثمر اليوم موت هذين الشابين، إن شاء الله ربي يرحمهم ويحسبهم شهداء عند ربي، إن شاء الله ربي يتقبلهم، يريد أن يستثمرها سياسيا ولمصالح ضيقة وشخصية. نحن كلجنة الدفاع وكالناطقين الرسميين والوحيدين باسم الموقوفين في الأحداث هذه الأخيرة شباب الصحوة الإسلامية، نقول ونؤكد أننا لن نسمح بالركوب على الحدث واستثمار أو المتاجرة بدماء هذين الشابين رحمهم الله. فكل من كان يحرض بالأمس فليخسأ 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 ولا يتكلم، لأنه كان بالأمس يحرض ضدهم وساهم في قتلهم، فلا أقل أن يحفظ ماء وجهه إن بقي له ماء وجه، فلا يتهجم على أو لا يستغل هذه الحالة الإنسانية ولا يتاجر بها. أنا نقول أنه في نهاية الأمر هناك نفاق وهناك كيل بمكيالين، فتهب هذه الجمعيات للأسف وتقيم الدنيا ولا تقيدها حين تلوى ذراع أحد المعارضين وحين يدفع أو يشتم أحد الناشطين بين ظفرين حقوقيين بين ظفرين أيضا، ولا تقوم ولا تحرك ساكنا حين مات 4 بحث السفارة بالكرتوش من التوانسة بحث السفارة الأمريكية، وحين قتل في دوار هيشر 2، وكانت حتى البيانات التي صدرت في بعض هذه المواقف كما دوار هيشر كانت بائسة وكانت فيها اشتمام لمحاولة استغلال الموقف لكسب أهداف سياسية وكسب نقاط على حساب خصمهم السياسي اللي في السلطة اليوم. نعم أستاذ، أنتم توا باش تمشيوا وتعملوا زيارة، يعني وفد من لجنة الدفاع عن القضايا العادلة باش تعملوا زيارة للسجن، السجن المرنبية، باش تزوروا المضربين عن الطعام. حبيت ناخذ تقييمك البيانات وزارة العدل اللي تلات وفاة محمد بختي وبشير القلي، لاحظنا أنه بيانات سردت تسلسل زمني معين فيما يخص يعني تدهور الحالة الصحية لبشير القلي ومحمد بختي زاد كيف كيف، لكن بعد سمعنا شهادة أنور العروسي اللي قال أنه فما صار إهمال صحي وصار تهاون كبير. شنو تعقيبك أستاذ؟ شوف، احنا اليوم صدرنا بيان ردا على البيانات وردا على ما حصل من وفاة للشابين ذوما إن شاء الله ربي يرحم. البيان تجدونه الآن منتشر في صفحات الفيسبوك وباش تلقاوه على وسائل الإعلام، لأنه لجنة الدفاع منذ الأمس 16 نوفمبر هي في انعقاد دائم منذ الصباح، في انعقاد مفتوح. هذا الصباح 17 نوفمبر وأنت تحدثني الآن تقريبا في منتصف النهار أو الساعة الواحدة والنصف زوالا، اللجنة صدرت بيانها هذا الصباح بعد اجتماع مفتوح لم تقطعه إلا للقيام بواجب التعزية في حضور جنازة محمد بختي رحمه الله بالأمس. والبيان متاعنا واضح يحوصل تقريبا كل ما جاء على لسانك من أسئلة. نحن نحمل مسؤولية لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في الإهمال وفي موت الشابين رحمهم الله اللذين لم يتجاوزا سن 25 وفيهم واحد متزوج ترك ابنا لم يتجاوز 7 أو 8 أشهر. كل سلطة الإشراف تتحمل مسؤولية ابتداء برئاسة الجمهورية مرورا برئاسة الحكومة تعريجا على الوزراء في الحكومة وعلى رأسهم وزير العدل ثم وزير حقوق الإنسان ثم وزارة الصحة ثم وزارة الداخلية وأيضا المجلس التأسيسي، أعضاء المجلس التأسيسي الذين سكتوا والحال أنهم قد أبلغوا من طرف على الأقل أحد الأشقاء الهالك رحمه الله بشير القلي اللي أعلم جميع الجهات دون استثناء وأخذ حتى يعني ما يفيد أنه قدم هذه المطالب والتشكيات قبل أن يتوفى أخوه رحمه الله.
وأعلمهم بالحالة الصحية المتدهورة وبالمعاناة التي يعانيها أخو بشير قولي قبل أن يفارق الحياة. لم يحرك أحد ساكنا، الكل يتحمل مسؤولية، أيضا يتحمل قضاء المسؤولية الكبرى في طريقة الإيقاف وفي طريقة فتح التحقيق، لأنه النيابة العمومية عندما فتح تحقيق بشكل بذلك الشكل وجعلت من الأمر يعني برمته أمام قاضي تحقيق واحد أكثر من 73 موقوف، هي دخلت في استحالة مادية وجعلت قاضي التحقيق يعجز عن الوصول إلى الحقيقة. قاضي التحقيق أيضا كان مقصرا باسمه وشخصه، لأنه عمل إيقافات عشوائية وأصدر بطاقات إيداع قبل الاستنطاقات، والحال أن قرينة البراءة التي يتمتع بها كل إنسان كانت من الأولى أن يتركهم بحال صراح إن عجز ماديا أن يستنطق في تلك الليل، لأنه فعلا العدد كبير 73 وهو 7 متاع العشية ما ينجمش، إذا كان كل واحد ربع ساعة باش يقعد 24 ساعة، كان الأولى أن يتركهم بحال صراح مثل ما يفعل في قضايا أخرى المجدودين فيها بلاش لحية والمجدودين فيها ينتميوا لجهة أخرى. لو كان غربيا قتل 500 من التونسيين ويعني كان مسجونا ويخوض يضرب في نطاق الطعام، هل كنتم تخالون أنه سيسمح بتعكر حالته لا بموته؟ والله أجزم أنه لا، لأنه ستقوم الدنيا ولا تقعد، ويمكن نسفره للخارج أو نسخر له كل طاقاتنا الطبية لأن لا يموت أو لا يتأذى أو لا نؤذي مشاعره. أما التونسي فقد أصبح دمه رخيصا للأسف، يعني حق للشباب الصحوة الإسلامية أو ما يسمى بالتيار السلفي أن يتساءلوا لماذا نقتل نحن فقط، لماذا نحن فقط نقتل بدم بارد، ولماذا نحن فقط يقتل منا الكثيرون دون ما رقيب ودون ما مغيث ودون ما صارخ أو مستصرخ. لذلك أنا نقول كفى مزايدات، كفى تفصيا من مسؤولية، كل شخص ساهم أو من قريب أو من بعيد في الإهمال يتحمل مسؤوليته، وكل من قصر أو سكت عن الحق يتحمل مسؤوليته أيضا. زوز أسأل في 30 ثانية أستاذ. تفضل. سؤال الأول، فما أخبار على دخول 7 من الشباب المضربين عن الطعام في إضراب وحشي، هل تؤكدون النقطة هذه ولا لا؟ الآن أنا يمكن أؤكد لك بعد الزيارة اللي بعد ما نكمل انترفيو مباشرة ستتوجه أنا وأعضاء لجنة الدفاع إن شاء الله لزيارة المساجين هناك، ولكن أقول أنه الخبر غير دقيق، لأنه الخبر اللي عنا على الأقل إلى الأمس أنه ثم 56 يخوضون إضراب وحشي عن الطعام. تم الاتصال تم الاتصال بهم من قبل بعض الجمعيات الحقوقية، وأساسا تحديدا جمعية حرية وانصار، اتصلت بزوز تعكرت حالتهم على الأخر في المستشفى بعد أن خاضوا إضراب طعام عن شهر كامل. هذا من زوز لأنه حالتهم وصلت إلى حالة سيئة جدا ومتداورة، رفع الإضراب زوز هذا فقط لموجودين في أحداث العبدلية، وأما البقية اللي هم 54 فعندما زارهم أعضاء لجنة أو أعضاء منظمة حرية وإنصاف فأكدوا أنهم لن يرفعوا الإضراب نهائيا، وإنما سيرفعون فقط الإضراب الوحشي عن الطعام ويبقون على الإضراب العادي، يعني يستعملوا الماء والسكر، وأنهم هذا مشروط بفترة زمنية لا تتجاوز أسبوع ليطالبوا بإطلاق سراحهم وبالإسراع في محاكمتهم بحالة سراح، لأنهم يتمتعون بقرينة البراءة وفيهم من تجاوز السنة دون محاكمة إلى الآن، فهم حسوا أن مظلمة جماعية سلطت عليهم. الآن سنتأكد من هذا بزيارتهم في السجن ونقف على حقيقة الوضع، ولكن هذه المعلومة التي جاءتنا من حرية وإنصاف التي أكدت أنهم رفعوا الإضراب الوحشي لمدة مؤقتة بأسبوع مشروطة برفع المظلمة عنه. سؤال أخير أستاذ، على ضوء تطورات الأحداث، على ضوء القضية اللي قضية التآمر على أمن الدولة اللي من ضمن الملفات اللي طرحت فيها ملف أحداث السفارة الأمريكية، احنا شفنا الأستاذ شيف جبالي مثلا في الإعلام قال أنه تحديدا في راديو موزايك قال أنه نبيل عبيد وتوفيق الدماسي كانوا مسكرين تليفوناتهم نهار أحداث السفارة، هل الأستاذ منطقيا وشرعيا شك كما هذا، وبالإضافة للمعطيات اللي عندكم أنتم كلجنة الدفاع عن قضايا العادلة بتونس فيما يخص إشارات تدل أنه فما صار افتعال الأحداث السفارة الأمريكية، هل منطقيا وشرعيا يبدا فما شك، فما يعني موجب البقاء الشباب هذوما في السجون؟ شوف أنا أعتقد أنه حتى لا نحصر المسألة في أحداث السفارة، ولكن لما دام سألتني على مسألة محددة أنا غير مطلع على الأبحاث بالنسبة لكمال الطيف لأني لا أنوف في ذلك الملف ولست مطلع على التحقيق، ولكن
سأقول لك ما كتبناه اليوم وما أكدناه من قبل في مؤتمراتنا الصحفية. كتبنا مطالبة في النقاط اللي باش تلقاهم موجودين، النقاط الست في اللي أصدرتهم وطلبت بهم لجنة الدفاع، من أهم النقاط اللي فيهم تكوين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث القتل التي استهدفت التيار تيار الشباب الإسلامي. وبالتالي فإنه هذه اللجنة المستقلة التي لابد أن نستشار فيها وأن يكون لنا فيها الكلمة العليا للتنسيق معنا لاختيار يعني ناس محايدين من المجلس التأسيسي، من القضاة، من بعض الوزارات اللي يهمها الأمر، حتى نتوجه لنحقق لماذا يقتل شبابنا بدم بارد. تعرفوا اللي تقريبا العدد بين 10 و11 قتلوا بعد الانتخابات كلهم من طيار واحد ومحسوبين على طيار واحد، فيهم من قتل دهسا، فيهم من قتل بالرصاص، وأخيرا وليس آخرا نرجو أن يكون ذلك أخيرا وآخرا يا ربي ما عادش يموت حتى تونسي، هزوز اللي توفاوا إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله يكونوا آخر شهيدي الحرية، وحتى يستفيق الذين غفوا ويستفيق المتواطئون ويستفيق كل من أذنب في حق هؤلاء. ونرجو أن تحقيقا جديا سيصل إلى ما حيك من مؤامرات قد تكون موجودة في أحداث السفارة وفي غيرها من الأحداث، مرورا بأحداث دوار هيشر، وصولا إلى الشابين محمد بختي وبشير القولي رحمهم الله. شكرا.